الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات ضمن انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة وتحديات شوطنا الحادي عشر في مجموع الأشواط والذي خصص للبكار. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة، ومباشرة أتقدم مع المراكز الأولى. أنطلق مع غزلان من إجنة شحانية، جار الله بن محمد بن عقيل من ينطلق ويقدم غزلان على المركز الأول. المركز الثاني سليل على المركز الثاني من إجنة شحانية، فاران بن محمد بن قريع يقدم سليل على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث وتابع الشاهينية، والرابع كذلك الشاهينية من هجن أرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة، وسادسا نتابع العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان وعوض بن مبارك بن سعيد المهيري في متابعة وانطلاقة العين. ناخذ المركز السابع، نتابع في هذه اللحظات تملول القادمة على المركز السابع لهجنة رياسة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي في المتابعة. ثامنا هملولة لهجنة رياسة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي في المتابعة. المركز التاسع، المركز التاسع الشاهينية لهجنة رياسة وسعيد بن مظفر بن محمد العامري في عملية التضمير والتدريب. والمركز العاشر، المركز العاشر نشبة القادمة لهجنة شحانية وجار الله بن محمد بن عقيل البرنس في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا وندانا الأول لهذه الأسماء المنطلقة والمتقدمة ما بعد انطلاقة كل الشعارات والأسماء. عودة الصدارة، عودة مع البداية والمقدمة. غزلان على المركز الأول، غزلان على أرضية الميدان تنطلق من هجنة الشحانية، شعار الأدعم على المركز الأول، وبرنس الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل من يتابع ومن يراقب. غزلان على المركز الأول. المركز الثاني القادم الشاهينية غياث الهلالي قادم مع هجنة العاصفة على المركز الثاني. والمركز الثالث، المركز الثالث سليل لهجنة شحانية فاران بن محمد بن قريع في عملية التضمير والتدريب. والمركز الرابع، المركز الرابع نشبة القادمة لهجنة شحانية جار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير والتدريب. والمركز الخامس الشاهينية لهجن أرياسة سعيد بن مظفر بن محمد العامري في عملية التضمير. الثلاثة كيلومترات منتصف مساري هذا الشوط، نتابع المجموعة الثانية القادمة. المركز السادس هملولة لهجن رياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، هجن العاصفة قادمة مع الشاهينية، هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثامن والتاسع الشاهينية والشاهينية الثنتين لهجنة رياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والقادم العين. العين، العين واصلة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان وعوض بن مبارك المهيري في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة،
هكذا هو النداء الثاني للعشر المراكز الأولى المنطلقة حتى هذه اللحظات مع انطلاقات وتحديات هذا الشوط. غياث الهلالي والشاهينية على المركز الأول، غياث الهلالي يبحث عن النقطة الثانية لهجنة العاصفة في صباح هذا اليوم في انطلاقات سن الإذاع، سن الإبداع والاستمتاع. قادم غياث مع المركز الأول والثاني، وبنقول الثنين كيلو متر المتبقية عن خط النهاية. المركز الثاني، وتابع المركز الثالث عفوا غزلان، تراجع من غزلان لجنة شحانية جار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع المجازف قادم مع الشاهينية ومع هجن أرياسة، ومن خطف سبع نقاط في صباح هذا اليوم، سبع نقاط مع المضمر المجازف ونقطة من الجانب الآخر، والتوقيت الأفضل تحمله هجن أرياسة ومع المضمر. سعيد بن مظفر بن محمد العامري يقدم الشاهينية مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي. شوطنا الحادي عشر لمن من هذه الأسماء؟ وتابع الوصول من نشبة لجنة الشحانية، برنس الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل العملاق، قادم العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيب يقدم هملولة من هجن الرياسة والعين، قادم العين لاسمه شيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان مع عوض بن مبارك المهير. يا سلام، 1200 ما تبقى عن خط النهاية عن ناموس هذا الشوط. وصل الذهبي، وصل سالم بن فاران المري يقدم شقرة من هجنة الشحانية، دشت شقرة في الكيلو متر الأخير. تابع هذا المنظر، تابع هذا الانطلاق، تابع هذه الأسماء في موقع واحد يدل على قوة مسار هذا الشوط حتى هذه اللحظات. 800 متر الأخيرة، والمجازف المجازف على المركز الأول، غياث قادم، غياث الهلالي قادم، نشبة قادمة من هجنة الشحانية مع البرنس، والذهبي يقدم شقرة لهجنة الشحانية. الشعار لدعم قادم، وسعيد بن مظفر العامري قادم كذلك مع الشاهينية، ولكن الصراع ما بين المجازف ما بين البرنس وما بين غياث. غياث 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 المجازف، المجازف والبرنس قادم مع نشبة، نشبة الشعار لدعم، الشعار لدعم عم هجنة الشحانية، هجنة رياسة. العمالقة في معركة، العمالقة في معركة، ولكن غياث الهلالي، غياث غياث هجنة العاصفة. هي هجنة العاصفة على المركز الأول، سلام العاصفة سلام. النقطة الثانية لهجنة العاصفة، المركز الثاني هجنة الشحانية، المركز الثالث الشاهينية لهجنة رياسة، الرابع لهجنة العاصفة، الخامس لهجنة رياسة. هكذا هي النتيجة، النتيجة مع هجنة العاصفة في اللحظات الأخيرة. يأتي غياث ويحرك هجن شبل شيخ عالي الشان لكي يؤكد حضور العاصفة للمرة الثانية على أرضية هذا الميدان في صباح هذا اليوم. الشاهينية 9 دقائق 9 ثواني، 9 أجزاء من الثانية تانينا، والناموس لهجنة العاصفة وإلى غياث الهلالي. مركز الثاني نشبة من هجنة الشحانية، 9 دقائق 11 10 ثواني، 3 أجزاء من الثانية. شكرا جار الله بن محمد بن عقيل برنس الشحانية. المركز الثالث المجازف، و9 دقائق 12 ثانية، جزء واحد من الثانية هو توقيت الشاهينية من هجنة الرئاسة. شكرا المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري.